السلام عليكم يا شباب. I started recording already مع إن عدد الموجودين قليل شوية because we are supposed to start 9:30 according لمواعيد رمضان. النهاردة الحقيقة محاضرة مختلفة عن كل المحاضرات اللي قبل كده لأن المحاضر هيكون معانا مش هنسمع التسجيل بتاعه زي ما كنا بنعمل قبل كده. والنهاردة هنتكلم في موضوع شديد الأهمية هو تغير المناخ. وكلكم عارفين ان مصر هتستضيف كوب 27 وهو اجتماع على مستوى رؤساء الدول في موضوع تغير المناخ، وكان السنة اللي فاتت الاجتماع موجود في جلاسجو سكوتلاند، وتقريبا كل اجهزة الدولة بتشتغل على الاجتماع ده دلوقتي لانه هيحصل في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر السنة دي. المتحدث النهاردة شخصية مهمة جدا بيشتغل في وزارة الري، هو الدكتور عمرو فوزي، هيعرفكم بنفسه بس أنا أحب أقول جملة تعريفية عنه. هو الدكتور عمرو فوزي معاه ماجستير من كلية كولونيا في ألمانيا وفي الإدارة المتكاملة لموارد المياه، ومعاه دكتوراه من جامعة عين شمس في خصوص إدارة السد العالي وعلاقتها بالتغيرات والتطورات في أعالي النيل. دكتور عمرو مرحبا بيك، يا ريت حضرتك بقى you do your own introduction، احنا سعداء بوجودك معانا، اتفضل يا فندم. صباح الخير، شاكر جدا دكتور علي على التقديم بتاع حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله النهاردة يعني أنا سعيد جدا إن أنا معاكم النهاردة يعني، وبقدم حاجة يعني جزء من شغلي، ف يعني أتمنى إن أنا أقدر يعني أوصل لكم معلومات إن شاء الله تفيدكم يعني في مستقبلكم إن شاء الله. أنا حابب إن أنا أعرف نفسي الأول. أنا عمرو فوزي، أنا مهندس مدني خريج إسكندرية 2002، اشتغلت في وزارة الري تقريبا من 20 سنة. اشتغلت في قطاع مياه النيل، الحاجات اللي هي الترانسباوند ووتر، علاقتنا مع دول حوض النيل والتعاون الثنائي والإقليمي. اشتغلت شوية في مكتب الوزير، وبعد كده اشتغلت حاليا أنا شغال في قطاع التخطيط في وزارة الري في إدارة الموارد المائية. وبرضه ليا جزء من شغلي في مؤتمر أو اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، وطبعا برضو في جزء حاليا اللي هو تنظيم يعني جزء من تنظيم القطاع الشغل المياه يعني في الكوب 27 زي ما دكتور علي اتفضل وقال، يعني هو مؤتمر مهم جدا هيكون في نوفمبر في شرم الشيخ. انا حابب ان انا بقى اعمل شير للبرزنتيشن، مش عارف حضراتكم شايفين البرزنتيشن ولا شايفين كده؟ تمام. تمام يا دكتور. طبعا يعني انا النهارده هتناول قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها على المية. يعني احنا طبعا احنا كلنا بنشوف التغيرات المناخية وبنحس بيها، يعني بنشوف درجات الحرارة، الأيام اللي بتبقى فيها درجات الحرارة عالية جدا ومش معتادة، بنشوف الأمطار اللي بتحصل في أوقات مش أوقاتها، بنشوف كثافة الأمطار زادت في مصر مش زي زمان، بنسمع عن حوادث فيضانات في كل حتة في العالم. يعني من يومين كان في فيضان في جنوب أفريقيا وحصل في ضحايا، السنة اللي فاتت كان في فيضان في ألمانيا ده وبرضه كان في ضحايا. دول آسيوية كتير بتعاني من فيضانات، احنا في مصر والسودان لو تسمعوا السنة اللي فاتت كان في السودان كان في مشاكل جامدة من الفيضان، والسنة اللي قبلها برضو مشاكل الجفاف، ان الدول بتتعرض لجفاف والإنتاج الغذاء بيتغير. فهو موضوع الكلايمت تشينج موضوع حيوي وداخل في كل مجالات حياتنا،
وبالذات المية. يعني المية من الحاجات اللي هي بتتأثر وبتأثر كبير جدا بموضوع الـ climate change. فإحنا هنستعرض الحاجات اللي هي بتاعت الـ global change على المستوى العالمي يعني، وهنشوف الوضع المائي في مصر إيه، والتحديات اللي بتواجهنا، والبرامج اللي بتعملها الوزارة على أساس إنها تدير الموارد المائية بكفاءة وتتكيف مع التغيرات المناخية اللي موجودة في على مستوى العالم. وبعد كده برضه هنتكلم على المؤتمرات اللي هي المفروض بتعملها مصر، زي الأسبوع القاهرة المياه، وده مؤتمر سنوي عالمي بيتم في مصر كل سنة، والكوب 27 اللي هو ده مؤتمر عالمي يعني طبعا كبير جدا، وبيشارك فيه رؤساء الدول زي ما الدكتور علي تفضل وقال يعني. وإن شاء الله مصر هتستضيفه السنة دي، وإن شاء الله نتمنى إن هو يطلع بصورة كويسة. طبعا يعني احنا حابب ان انا استعرض معاكم كده يعني مقتطفات من كتاب اللي هو Water and Climate Change، ده بتعمله UN Water في نسخة، اخر نسخة صادرة سنة 2020. طبعا احنا هنستعرض اشكال كده وخرائط بحيث ان المعلومات تبقى بسيطة ان شاء الله، والدنيا واضحة يعني، ما الدنيا مش معقدة يعني. فطبعا زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة ان احنا المية داخلة في كل حاجة يعني، المياه داخلة في الزراعة، ليها علاقة ترابط مع الزراعة طبعا كإنتاج غذاء، وإن احنا نكفي الناس احتياجاتها الغذائية. الطاقة طبعا سواء إن احنا بنستخدم المياه عشان نولد الطاقة، أو بنستخدم الطاقة عشان مثلا نرفع مياه للأراضي الزراعية أو الاستخدامات الصناعية أو الاستخدامات المدنية في المنازل وكده. برضو الإيكو سيستمز وتأثيراتها بالمية، يعني إحنا في مصر الدنيا ثابتة شوية لأن إحنا عندنا السد العالي بنتحكم في المية، ف يعني بنقدر إن إحنا نتعامل شوية مع حاجات الجفاف والفيضان. إنما مثلا الدول اللي هي بتتأثر بالمطر بس يعني ما عندهاش خزانات، ما عندهاش كنترول على المية بتاعتها، بتتأثر بالمطر. لو المطر زيادة ممكن يغرقهم، أو المطر أقل ممكن يحصل عندهم جفاف ومجاعات. فطبعا هو الـ climate change داخل في تأثيراته في كل حاجة ليها علاقة بالمية. لو استعرضنا كده الحاجات اللي هي الـ global changes اللي بتحصل، احنا عندنا مثلا شواهد طبعا بتبين قد ايه احنا الدنيا يعني في تغير واضح في المناخ. مثلا ده جبل كليمانجارو في تنزانيا في أفريقيا. الجبل ده من أشهر الصور يعني، اللي هي حاجات مشهورة يعني، الجبل الجديد في وسط أفريقيا. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده من 1912 وكان في قمة الجبل عليها جليد كثيف شوية، بدأ سنة 70 يقل، 2000 بدأ يقل، 2014 زي ما حضراتكم شايفين كده. فطبعا ده مساحة الجليد بتقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وده دليل قوي جدا على التغيرات المناخية. برضو ده الصورة من الـ RLC، ده في آسيا، في وسط آسيا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة 1977، وبعد كده 86 بدأت تقل، 99. طبعا مش climate change بس، هو طبعا في تأثيرات إن الناس بدأت الإنتاج الزراعي بدأ يزيد ويبقى في استخدامات كثيفة للمية، ولكن برضو التغيرات المناخية ليها برضو أثر كبير في إن المساحات المسطحات المائية تقل. ده في آسيا. في مثال تاني من أفريقيا، بحيرة تشاد. طبعا بحيرة تشاد دي في قلب أفريقيا في دولة نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد. البحيرة زي ما حضراتكم شايفين كده برضو سنة 63 كانت في يعني في المناسيب المتوسطة بتاعتها أو المساحة السطحية المتوسطة بتاعتها. احنا وصلنا لسنة 2007 شايفين قد ايه المساحة قلت. وطبعا دي بقى فيها تأثيرات كبيرة يعني، مثلا دي كان المناطق دي كلها رعوية، الناس بتعيش على انها ترعى اللايف ستوك والزراعات اللي هي على المية بتاعت البحيرة، فبدأت الدخل الناس دي يقل، فبدأوا يهاجروا ويعملوا مشاكل بقى، إن القبائل تهاجم من حتة لحتة ورا أماكن الرعي، فيحصل مشاكل في السياسية ويحصل انقلابات. في مثلا حاجة زي بوكو حرام دي
في المنطقة دي بتستغل إن الناس بقى عندها حاجة وبتبدأ يعملوا بقى عمليات، يجي لهم بقى تمويلات ويعملوا عمليات إرهابية ويروعوا الناس. فطبعا دي يعني من أساسها إن الناس مش لاقية، يعني الناس كانت الأول عندها مية بتبدأ تزرع وبتبقى عندها ثروات وكده. دلوقتي المية ونتيجة لتأثيرات التغيرات المناخية والاستخدام الجاد للمية بدأ يحصل مشاكل اللي هي بنقول عليها سوشيو ايكونوميك امباكتس. يعني دي صور حديثة من جنوب السودان. السنة اللي فاتت كان عندهم فيضان شديد، لو بصيتوا حضراتكم يعني على الصور، يعني هنا دي البيوت بتاعتهم، بص حضراتكم البيوت عاملة ازاي جوه الفيضان عليها. دي المدن طبعا، دي مية، حضراتكم شايفين المية داخلة على المدينة ازاي ومغطياها. طبعا المسؤولين بيحاولوا يشوفوا حل للمشاكل وكده. فطبعا يعني سواء ندرة المية مشكلة كبيرة، سواء الفيضانات برضو مشكلة كبيرة جدا في الدول، بس احنا الحمد لله عندنا السد العالي بيخلينا نقدر نتحكم في الفيضان وفي الجفاف بشكل أكبر. ده مثال بقى من عندنا. احنا طبعا عندنا لما درجات الحرارة بتقل زي ما بتزيد زي ما ورينا لحضراتكم كده، طبقات الجليد اللي هي في القطب الشمالي بتبدأ تذوب، القطب الجنوبي طبعا، فده بيخلي مستوى منسوب سطح البحر يزيد. فده بيؤدي عندنا احنا دلتا نهر النيل من المناطق اللي هي المنخفضة جدا وبتتعرض لمشاكل الإغراق. لو بصيتوا كده احنا عندنا ده فرع رشيد، فرع رشيد حصل تآكل تقريبا 4.5 كيلو متر من الشط، يعني ده من سنة، ده هنا عند سنة 1941. نشوف هنا الأرض في سنة 2006 طبعا لما بدأ يبقى فيه جويل إيرث ونشوف الدنيا. فطبعا في تآكل كبير للأرض، ومتوقع طبعا مع زيادة درجات الحرارة ومع ارتفاع منسوب سطح البحر عندنا سيناريوهات كتيرة بتبين قد إيه إن في مشاكل كبيرة على الدلتا. والدولة بدأت تحس بالموضوع ده طبعا، وترصده في استثمارات كبيرة ودعم مشروعات دولية كبيرة عشان نحمي شواطئ الدلتا المصرية. ده اللي انا كنت بقوله لحضراتكم، يعني في سيناريوهات. لو احنا عندنا سيناريو ان منسوب مستوى سطح البحر زاد 0.5 متر بس، عندنا المناطق اللي هي الزرقاء دي هيدخلها ميه عند بحيره البرولوس وبحيره المنزله والجزء اللي هو الساحل الشمالي دمياط ولغايه كفر الشيخ. لو السيناريو اللي هو بتاع متر، يعني زادت منسوب سطح البحر متر بحاله، هنشوف ان احنا كل المناطق اللي فوق دي كلها هيحصل لها اغراق بالمية البحر، وبرضو اجزاء كبيرة من اسكندرية مش قليلة. والمشكلة كمان في زيادة ارتفاع منسوب سطح البحر ان في ملوحة التربة بتزيد، يعني عندك بقى الاجزاء اللي هي الخضرة دي اصلا كمان في هتزيد ملوحة التربة، فده هيقلل كفاءتها وهتقلل انتاجها الزراعي. فدي كلها مشاكل مرتبطة بالكلايمت تشينج وارتفاع منسوب سطح البحر، وهنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل في الجزء اللي جاي. بالنسبة على المستوى العالمي، يعني عشان برضو تبقى الصورة واضحة، احنا عندنا 74% من الكوارث اللي حصلت، الكوارث الطبيعية اللي حصلت من سنة 2000 لسنة 2018 كلها ليها علاقة بالمياه، سواء جفاف سواء فلاد سواء العواصف. كل ده بتأثر تأثيرات كبيرة جدا على كل دول العالم، يعني وصلت الخسائر تقريبا ل 700 مليار دولار في الفترة دي. طبعا ده يعني خسائر كبيرة جدا اقتصادية، وهنشوف برضو قد ايه الخسائر في الأرواح. أنا برضو عايز أوريكم الدراسات دي أو الأشكال دي. هنا مثلا بنستعرض الفلود، برضو ده من سنة 2001 ل 2018 أكتر دول اتعرضت لفيضانات. هنشوف مثلا إن الصين تقريبا حصل لها 184 فيضان أو حادثة فيضان، الهند 160، أندونيسيا 121. يعني إحنا عندنا آسيا، قارة آسيا هي أكتر قارة بتتأثر بالفيضانات.
تقريبا في الوفيات 66,000، ده طبعا رقم كبير، والخسائر تقريبا 310 مليار دولار في الفترة دي. لو بصينا على قارة أفريقيا هنلاقي إن إحنا العدد الوفيات أقل شوية، 13,000، ولكن الناس اللي هي تعرضت للفيضانات وحصل لها مشاكل من الفيضانات كان تقريبا 43 مليون نسمة، والخسائر طبعا الاقتصادية تقريبا 6.4 مليون. ده بالنسبة للفيضانات. بالنسبة للجفاف لو قارنا برضو أوروبا وآسيا، أفريقيا وآسيا، هنلاقي العكس بقى، هنلاقي إن قارة أفريقيا هي الأكثر وفيات حصلت فيها، تقريبا 20,000 وفاة أو 21,000 وفاة، والناس اللي اتأثرت بالجفاف، موجات الجفاف في القارة الأفريقية تقريبا 227 مليون نسمة، يعني تقريبا يعني 70-80% كان القارة الأفريقية تعرضوا لمشاكل الجفاف في الفترة دي، في حين إن آسيا لأ، يعني الجفاف في آسيا ما ملوش آثار كبيرة، يعني تقريبا 145 وفاة في 17 سنة، والخسائر الاقتصادية بس هي اللي ممكن تكون كبيرة شوية. فدي نقطة يعني عايز برضو حضراتكم تاخدوا بالكم منها لأنها مهمة، لأن أفريقيا الجفاف بيأثر عليها أكتر بين وآسيا الفيضانات بتأثر عليها أكتر. طبعا أوروبا يعني العدد طبعا على طول الدنيا عندهم كويسة، وعندهم طبعا السدود كتير والكنترول بتاع المية عالي، فزي الحالة في مصر برضو، إن إحنا عندنا بنعرف إن إيه السد العالي بيخلينا نبقى قادرين نتحكم في المية، لو في جفاف بنعوض من بحيرة السد العالي، لو في فيضانات بنخزن في بحيرة السد العالي أو توشكا زي ما عملنا السنتين اللي فاتوا. فدي كلها حاجات الدول لما بيبقى عندها قدرة إنها تعمل استثمارات في مجال المية بتقدر إنها تتقي شر الفيضانات والجفاف. طبعا برضو من الحاجات اللي هي الانديكيتورز اللي احنا بنشوفها اللي هو الووتر ستريس. الووتر ستريس ده النسبة ما بين سحب المية والمياه المتجددة اللي بتجي لك كل سنة في كل دولة. فطبعا هو واضح هنا طبعا المناطق اللي هي الحمراء الشديدة دي اكستريملي هاي ووتر ستريس اندكس، يعني فاحنا بنتكلم على الهند والدول اللي هي افغانستان وايران، حوض البحر المتوسط. عندنا في مصر طبعا الدنيا، لو احنا طبعا مع الزيادة السكانية ومع ان احنا كمية المياه اللي بتجيلنا شبه ثابتة، فما بنقدرش ان احنا يعني عايزين موارد مائية اكتر طبعا عشان نخرج من موضوع الووتر ستريس ده. عندنا برضو مناطق حوض النيل، شمال السودان، اريتريا، شمال غرب اثيوبيا، المناطق اللي هي فيها بقى النيل الأزرق وسد النهضة والكلام ده، لا يعني المية فيها كويسة، مش ما فيهاش ستريس عالي يعني. طبعا جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، طبعا هو هنا مش هما يعني هما ووتر ستريس لأن هما الاحتياجات أكبر من اللي بيجي، بس طبعا اكيد هما في امريكا ما عندهمش مشاكل اللي هي الرهيبه يعني زي الدول التانية. اوروبا برضو فيها مشاكل ووتر ستريس برضو لان الاحتياجات اكتر من الايه من المتاح يعني. لو بصينا ايه الاستخدامات المائيه، يعني هو طبعا الرقم قديم شويه لو 2010، بس يعني احنا قدامنا ان الزراعه هي اكبر مستخدم للمياه. لو بصينا سنويا 2010 هنلاقي ان الزراعه لوحدها بتاخد 2500 مليار متر مكعب مية على مستوى العالم يعني. طبعا مع التطور الصناعي الكبير اللي حصل من بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ الصناعة برضو تاخد شير كبير من المية. برضو الزيادة السكانية خلت الجزء البرتقالي ده اللي هو الاستخدامات اللي هي المناسبة الووتر يوزز برضو بدأت تزيد، وعندنا طبعا إنشاء السدود زاد في الفترة اللي هي برضو من بعد سنة 1950، بقى في سدود كبيرة عملاقة بتتبني، فطبعا ضخ اللي بيحصل من البحيرات التخزين بتاعة السدود دي برضو بيعتبر استخدام للمية وبدأ إيه يزيد. فإحنا عندنا رقم لذيذ إن إحنا سنة 1900 كان الكرة الأرضية كلها العالم كله بيستخدم تقريبا 600 مليار متر مكعب في السنة،
سنة 2010 احنا العالم كله وصل لاستخدامات مثلا 400 4200 مليار متر مكعب في السنة. فده يوضح قد ايه ان احنا بدأنا نضغط على الموارد المائية العذبة اللي في الكوكب. لو هنفصل بقى شوية ونتكلم على مصر، طبعا احنا مصر دولة صحراوية، ما عندناش أمطار. لو حضراتكم بصيتوا كده على الخريطة اللي في اليمين دي، عندنا الأمطار على الساحل الشمالي، الشمال الغربي بالذات، ده اللي فيه مطر لغاية ما نوصل مثلا القاهرة، فيعني غالبا بنوصل لصفر مليمتر في السنة. يعني المتوسط كمية الأمطار اللي بتنزل على مصر تقريبا في السنة 1.3 مليار متر مكعب في السنة. لو بصينا بقى المورد الأساسي بتاعنا، مياه المياه اللي هي بتيجي من حوض النيل. فاحنا لو بصينا على ده حوض النيل، لو حضراتكم يعني المفهوم بتاع حوض النيل ده الووتر شيد أو البيزن، المطر أي مطر بتنزل في جوه حوض النهر، هي بتمشي في الآخر في نظام التصريف بتاع النهر، توصل للأنهار وتبدأ تمشي في الاستريمز دي لغاية المصب على البحر المتوسط. فإحنا لو بصينا لتوزيع الأمطار على حوض النيل، إحنا بنتكلم في مناطق بيوصل فيها المطر من 1500 ل 200 من 1500 ل 2000 مليمتر في الإيه في السنة. ده بيكافئ حجم مطر تقريبا في حوض النيل 1660 ل 2000 مليار متر مكعب في السنة. طبعا احنا حصتنا من الكلام ده كام؟ احنا حصتنا 55.5 مليار متر مكعب في السنة. طبعا احنا مش بنقول اللي هم ال 1600 دول او ال 2000 دول هم مية زي المية اللي عندنا، طبعا هي في مية، في جرين ووتر وفي بلو ووتر، بس هي يعني كمية المطر اللي بتنزل على حوض النيل مش قليلة الكبيرة. ولكن طبعا احنا في مصر احنا عندنا استغلال جيد للموارد المائيه، عندنا استثمارات، عندنا خطط من زمان. طبعا وزاره الري دي وزاره عريقه جدا، يعني من يعني بنتكلم في 150 160 سنه. ف انت بنقدر نديب الميه. الدول التانية لا عندها ميه بس ما بتعرفش تديرها. وهنشوف احنا برضو المصطلحات اللي هي بتاعت اللي هي معلش الصيام بقى، الحتة الفيزيكال سكيرستي وال يعني هي الفيزيكال سكيرستي ايوه بالظبط، معلش الصيام معلش. فطبعا احنا لو بصينا على دول حوض النيل احنا هنلاقي عندهم ايكونوميك سكيرستي. ليه؟ لان هم مفيش استثمارات كويسه في موضوع الانفراستراكشر او الاداره نفسها. يعني هو برضه مش اللي هو هيروح يعمل مثلا سد النهضه فهو الدنيا هتتحسن عنده وبتاع، لا يعني هي دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يعملها على اساس انها يحسن الدنيا عنده، بس ما عندهمش مثلا زراعات مرويه، ما عندهمش شبكه ري وصرف زي اللي عندنا، يمكن السودان بس اللي فيها، انما بقيه دول حوض النيل ما فيهاش. المنشات اللي احنا بنعملها زي القناطر، المنشآت اللي هي التحكم في المياه، قناطر الفم وقناطر المأخذ بتاع التبع، كل الحاجات دي احنا بنعملها على أساس إن احنا نتحكم في المياه بشكل كويس. دول حوض النيل ما فيهاش الكلام ده، ومش دول حوض النيل بس، يعني أغلب القارة الأفريقية لو حضرتكم بصيتوا كده أغلب القارة الأفريقية عندها economic water scarcity. بالنسبة لمصر ودول شمال أفريقيا، زي ما حضراتكم شايفين برضو اللون البرتقالي ده احنا بنتكلم على الفيزيكال ووتر سكارستي. يعني ايه الفيزيكال ووتر سكارستي؟ يعني ان احنا ما عندناش مية كفاية تو ميت اول ديماندز، يعني عندنا احتياجات الزراعة ما بتكفيش، فاحنا بنضطر ان احنا نستخدم مياه المصارف وبنخلطها وبنعالجها وبنخلطها بالمية مية النيل على اساس ان احنا نعوض الفرق اللي عندنا. دول مثلا زي دول السعودية والخليج بتبدأ تحلي مية البحر وتشوف اللي ناقص عندها ايه. دول مثلا زي المغرب والجزائر عندهم أمطار، فبيبدأوا يعملوا سدود عشان هم في موسم الأمطار يبدأوا يجمعوا مية ويخزنوها ويبدأ بعد كده يصرفها في موسم اللي هو مفهوش مطر. فدي كلها يعني انواع بتوضح قد ايه، الخريطه دي بتوضح قد ايه الدول بتديب المياه بتاعتها
ازاي. طبعا يعني احنا الجزء ده طبعا هو بيوضح قد ايه حوض النيل فيه ميه، ولكن هي المشكله ان هو ما عندهمش اداره. هم لو عندهم اداره هيستريحوا ويريحونا يعني في موضوعات الميه يعني. طبعا يعني استعرضت كده من صور الأقمار الصناعية لمصر. طبعا احنا لولا نهر النيل زي ما حضراتكم شايفين كده كنا بقينا زي الصحراء الكبرى كده، جزء منها ان احنا ما هنبقى ما عندناش اي جزء اخضر كده. طبعا الخط الفاصل المداري اللي هو بيفصل ما بين المناخ الجاف والمناخ الرطب وبيمشي في الحتة دي. فطبعا مصر يعني كانت هتبقى دولة صحراوية كبيرة لولا نهر النيل. عندنا برضو مشاكلنا، يعني احنا مش هنقول ان احنا ما عندناش مشاكل، احنا عندنا مشاكلنا ان احنا عايشين على نسبة قليلة جدا من الأرض مصر، تقريبا 3.5 أو 4% من مساحة الدولة. يعني 95% من السكان متركزين حوالين نهر النيل في الوادي والدلتا. وطبعا إن قطاع الزراعة بيشتغل فيه 40% من السكان. طبعا دي مشاكل المفروض لازم يعني مع الزيادة السكانية الكبيرة والاحتياجات الاقتصادية الكبيرة والتنمية الاقتصادية، فمحتاجين طبعا لازم إن المفهوم ده يتغير. وفعلا الدولة بدأت تشتغل على الموضوع ده. المدن الجديدة اللي حضراتكم بتشوفوها، العاصمة الجديدة، العلمين الجديدة، المدن اللي هي بتشتغل على الظهير الصحراوي إن هو يبدأ يسحب الكثافات السكانية بعيد ويبدأ يعمل أنشطة اقتصادية وأنشطة خدمية تبدأ تولد دخل للمواطن. طبعا بقى يعني هنستعرض برضو كده نلخص التحديات اللي هي بتواجه الموارد المائية في مصر. احنا عندنا من جانب الكلايمت تشينج عندنا 4 تحديات رئيسية. عندنا ايه بالنسبة جاي من الجنوب، التحدي اللي جاي من الجنوب اللي هو عدم يعني التغيرات اللي ممكن تحصل لإيراد نهر النيل اللي هو بيوصلنا عند أسوان. فطبعا هي ده ليه بيجي من حاجتين، يا إما الكلايمت تشينج إن هي الدول دي بيحصل عليها موجات جفاف أو موجات فيضان، زي ما طبعا قصة في القرآن، قصة سيدنا يوسف 7 سنين و7 سنين. يا جماعة ده فعلا يعني حاجة إحنا بنلحظها في السايكل بتاعة النيل، في فترات جفاف وفي فترات فيضان. طبعا مش هنقول 7 و7 بالظبط يعني، بس يعني إحنا بنتكلم في رينج ده 10 سنين مثلا أو حاجة عادي في فيضانات متتالية، و10 سنين أو 7 سنين منخفض. فطبعا مع التنمية بقى اللي بتحصل في دول حوض النيل، إن الدول دي بدأ الزيادة السكانية فيها تزيد، بدأ يبقى فيها أنشطة اقتصادية كبيرة، بدأ يجي لهم فلوس من الخليج، بدأ يجي لهم فلوس من الصين والهند، يبقى عندهم استثمارات كبيرة. فده كله بيؤدي لأن ضغط على الموارد المائية. وطبعا هما زي ما قلنا مفيش استثمارات كبيرة في مجال المية، إن هو يبدأ يدير المية بتاعته كويس، فبالتالي بيبدأ بيستسهل. لا أنا هاخد بقى من المية اللي رايحة مصر وكفاية على مصر تنمية، لا إحنا كمان عايزين ننمي بلدنا، مع إن هو عنده مطر. يعني أكتر حاجة بتجيب فلوس الزراعات المطرية، يعني روسيا وأمريكا وأوكرانيا والكلام ده، لما بيجي يزرعوا مثلا قمح وبيجوا يزرعوا المنتجات اللي هي بتجيب فلوس بيصدروها للدول، بيزرعها زراعات مطرية مش زراعات مروية زي عندنا. الزراعات المروية مكلفة، بنعمل تباع وبنعمل صرف مصارف وبنعمل انفراستراكشر وطاقة عشان نرفع والمية ونبدأ نروي الأرض، فكل الحاجات دي بتكلف. إنما الزراعات المطرية ما بتكلفش. فاحنا عندنا تهديد من الجزء اللي هو الجنوبي، اللي هو ده الأهم بالنسبة لنا، تهديد حصة مصر مياه النيل. عندنا تهديد برضو من الجانب الشمالي، ده التاني في الأهمية، واللي هو ارتفاع مستوى سطح البحر. احنا لو زي ما وريت لحضراتكم كده السيناريوهات، احنا لو درجة الحرارة عليت فممكن هيزيد مستوى سطح البحر حسب بقى السيناريوهات، وهنبدأ نخسر أراضي من الإيه؟ من الدلتا. وده الدولة بتحاول دلوقتي إنها تحل الموضوع ده بمشروعات كبيرة عملاقة للحماية.
عندنا المشكلة الثالثة الكبيرة برضو أو المؤثرة ناحية اللي هو الفلاش فلود اللي هي السيول. السيول طبعا بتيجي في سيناء وبتيجي في الصحراء الشرقية الكبيرة، لأن يعني دي الأماكن اللي فيها مرتفعات. طبعا المطر لما بيجي ينزل فجأة بكميات كبيرة على مرتفعات بيبدأ يعمل سيول وبيجرف اللي قدامه. مثلا لو تفتكروا حضراتكم راس غارب كان حصل فيها مشكلة كبيرة، إن المية دخلت، السيل دخل على المدينة طبعا وبهدل الدنيا. برضو المناطق اللي بيروح بقى الغردقة ومرسى علم والكلام ده، طول ما هو ماشي على الطريق بيشوف الحمايات اللي هي معمولة. تقريبا وزارة الري من 2016 تقريبا عملت 1000 منشأ حماية وتخزين لمياه الأمطار، إن إحنا السكان المحليين يستخدموها في تنفعهم في الرعي أو الزراعات البسيطة. التهديد بقى الرابع، وده أكتر حاجة على الزراعة، المحاصيل، اللي هو الموجات الحارة. طبعا يعني حضراتكم سمعتوا إن السنة اللي فاتت موسم المانجا مثلا باظ الدنيا لشجر المانجا، طبعا نتيجة لدرجة التغير في درجة الحرارة في فترات بسيطة، فده بيبوظ المحاصيل. بعض المحاصيل الموجات اللي بتيجي مش وقتها أو ما كانتش، أو الزرع مش واخد على الحرارة في الوقت ده بيبدأ يتلف. فدي كلها من الحاجات اللي هي التأثيرات اللي هي الموجات الحارة يعني. فدي التأثيرات، التغيرات المناخية، بلس بقى اللي هي اللي احنا لو ما عندناش تغيرات مناخية عندنا مشاكل بقى الاعتيادية بتاعتنا، ان احنا عندنا زيادة كبيرة في السكان. عندنا برضو شبكات الترع بتاعتنا والانفراستراكشر الموجودة، طبعا من أيام محمد علي في ترع وحاجات كبيرة اتعملت وطول الزمن يعني الحاجات دي اتعملت، بس تبقى عايزة طبعا إعادة تأهيل. جينا أيام الثورة وحصل بقى تعديات على المجال المائية، كل بقى واحد راح يبني عند الترعة وفوق الترعة، فما بقاش المعدات بتاعتنا عارفة إنها تطهر الترعة. وطبعا بقى قطاع التبع مش استبحر وما بقتش تشيل المياه بتاعتها بكفاءة، فبدأ يحصل مشاكل في توزيع المياه ونهاية التبع. طبعا احنا الدنيا دلوقتي احسن بكتير، بدأت تشيل التعديات دي كلها، وبدأت يبقى في برضو مشروع التبطين التبع، ده حاجة مهمة جدا. طبعا موضوع الووتر كواليتي ده لا يقل أهمية عن الووتر كوانتيتي. طبعا ممكن يبقى عندك مياه كتير وما نعرفش نستخدمها، الكواليتي بتاعتها ما تنفعش. فده طبعا حاجة من المحاور اللي بتشتغل عليها الوزارة دايما، ان احنا نحافظ على نوعية المية. برضو التوعية للناس، الناس فاهمة مش طول ما المية قدامك يبقى انت كده الدنيا امان، لا يعني لازم برضو نعمل حساب المستقبل ونبقى فاهمين ان المية يعني نستخدم على قد الموارد المتاحة، ونراعي الناس اللي هي بعدنا في السيستم. طبعا موضوعات التمويل بصفة عامة، طبعا البلد طبعا احنا كان عندنا مشكلة جامدة في الكهرباء، بدأت تتحل بالاستثمار في محطات الكهرباء الكبيرة وكده، الحمد لله ما فيش مشكلة في الكهرباء. كان عندنا مشكلة كبيرة في الطرق، برضو الدولة بتستثمر في مشروعات الطرق والقطورة والحاجات دي، فبرضو بتحل المشكلة شوية. عندنا بقى المشكلة اللي جاية المية، يعني احنا هيبقى عندنا مشكلة جامدة في الفترة اللي جاية المية. لا المية مش مكفية، او نوعية المية مش كويسة، او في مشكلة في التوزيع، في مشكلة في ادارة المية. فطبعا ده خلى ان برضو الدولة بصراحة يعني عندها اهتمام دلوقتي وعندها خطط هنقول لغاية 2030 و2050 خطط استثمارية ازاي ترفع كفاءة نظام المية في مصر. وطبعا موضوع القوانين والتشريعات، احنا لسه في قانون الري لسه يعني تم اصداره في اكتوبر اللي فات، ده قانون الري، وخلاص بصدد يعني ان هو يبدا في لائحته التنفيذيه تبدا تظهر ويطبق. ده حاجه مهمه جدا برضو، قانون الري ده ما تعدلش يعني من الثمانينات، فطبعا الدنيا اتغيرت جدا يعني، ما يعني حجم المخالفات وشكلها وبتاع ما بقاش ينفع ان احنا نتعامل بيها معاها بقانون معمول في الثمانينات، فبدأ يبقى فيه تشريعات جديدة وقوانين جديدة وغلامات جديدة متناسبة مع الوضع الحالي في البلد. طبعا وزارة الري عندها خطة اللي هي 4 ت، دي اللي هي يعني
الناس شايفة يعني إن هي هتبقى تحول كبير يعني في مجال إدارة الموارد المائية في مصر. عندنا الـ Enhanced Water Quality اللي هو تحسين نوعية المية، مع محطات المعالجة اللي هي تنتشر في كل حتة، الكنترول على موضوعات الصرف سواء بقى الصناعي أو الصرف اللي هو غير مخطط، بدأ يبقى فيه إلزام للمصانع والجهات اللي هي بتصرف على المجال المائي إنها تصرف بنوعية مية معينة، تعمل معالجات قبل ما ترمي في المجال المائي. ده أول يعني أول محور. تاني محور اللي هو الراشوناليزيشن، ترشيد استخدام المية، وده عن طريق زي ما قلنا لحضراتكم تأهيل الترعة وضبطنها بحيث إنها تشيل كميات المية اللي هي مخططة ليها. مودرن ريجيشن، ان احنا بتحول الري او تطوير الري. عندنا طبعا مشروع كبير ان احنا عايزين نحول 4 مليون فدان من الري اللي هو بالغمر الري القديم للري الحديث. طبعا في برامج بقى بدأ يبقى يظهر، في برامج تمويل من البنوك، وبنعمل يعني زي برامج كده مساعدة للناس انها تبدأ تناول انها تحول الاراضي بتاعتها، لان يعني الموضوع مكلف مش بسيط. فبدأت الناس وبدأ نقيس بقى ونعزز بقى الدروس المستفادة من التحويل في قصص النجاح اللي هي الفلاحين اللي هم بدأوا يحولوا الأراضي بتاعتهم، وبدأنا نشوف إن لا الإنتاجية بدأت تزيد وبدأ الدخل يزيد ويعمل كوست ريكفري اللي هو عمله الشبكات الري اللي عملها. بالنسبة للمحور الثالث اللي هو تنمية الموارد المائية، ماشي، ده حرف التاء التالت اللي هو التنمية. عندنا محطات تحلية مياه البحر، طبعا ده الجيش عامل محطات كبيرة لتحلية مياه البحر، وإن الخطة الاستراتيجية بتاعتنا إن كل المدن الساحلية تشرب دلوقتي مياه، يعني مش مياه النيل، يعني مياه محطات التحلية. وبرضه استدامة استخدام الموارد المياه الجوفية، برضه الموارد المياه الجوفية في مصر موارد يعني ممكن يعتمد عليها، بس طبعا عايزة اللي هو التنمية، من انا ما اعرفش اسحب مية واطلعها من غير ما اكون محتاجها، يبقى كده انا بستهلك طاقة كبيرة وبهدم المية اللي هي محفوظة في بطن الارض، ممكن حتى بعد كده بقى ايه استخدم. فطبعا حتة تنمية الموارد المائية الجوفية دي حاجة مهمة جدا للاجيال اللي جاية ان شاء الله. بعد كده تهيئة البيئة بقى المناسبة، الناس طبعا يعني أغلب موضوع محور تهيئة البيئة ده يعني ده ليه علاقة بالتوعية وليه علاقة بالبناء القدرات بالنسبة للناس اللي شغالة في مجال المية، سواء جوه الوزارة أو الشركات اللي هي بتنفذ عمل الوزارة، أو مثلا برضو الطلبة وفي المدارس، و يعني كل من له علاقة بموضوعات المية بيبدأ يبقى فيه توعية دي يعني. وطبعا موضوع إن إحنا يبقى فيه استثمارات، وإن إزاي يبقى فيه دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عملية إدارة المية. يعني أنا بقى هستعرض بقى شوية صور كده. إحنا طبعا اتكلمنا على أغلب الحاجات دي، إن الوزارة عندنا ليها أنشطة يعني مشروعات كبيرة، زي قلنا مشروع تأهيل الترعة أو تبطين الترعة، ده مشروع قومي كبير جدا. في مشروع برضو تحسين الري، ده برضو من المشروعات الكبيرة اللي شغالة فيها الدولة مع جهات دولية كبيرة، يعني بيجي تمويلات كبيرة. برضو موضوع إعادة استخدام المياه، عندنا مثلا مصرف كوتشنر ده في ناحية الشرقية كده برضو بتعمل عليه شغل كبير جدا الفترة اللي فاتت دي. في محطات زي محطة الضبعة دي بتتعمل في ناحية العالمين كده، دي هتبقى تقريبا 7 مليون متر مكعب في اليوم، ودي واخدة مية مصارف محافظة البحيرة والجزء اللي هو بتاع النضالية ده. في المحطة التانية اللي هي عند قناة السويس، أنا رحتها بس معلش الصيام برضو، دي يعني ليها طبعا شغالة دلوقتي محطة معلش الصيام معلش يا جماعة بحر البقر بحر البقر محطة بحر البقر طبعا دي بتطلع 5 مليون متر مكعب في اليوم تقريبا، يعني تقريبا 2 مليار متر مكعب في السنة.
طبعا دي واخده بقى ميه وصحاره اللي هي السلام، تبعت السلام، وبتودي ميه لسينا برضو استصلاح هناك تقريبا 500,000 فدان في سينا. فدي كلها مشروعات كبيره مش قليله يا جماعه، المشروعات اللي بتتعمل في مجال الميه دلوقتي بالمليارات، يعني حاجه يعني زي ما بقول لحضراتكم كده، احنا بلد حلت مشكله الطاقه وبتحل مشكله الطرق، اللي جاي بقى مشكلة المية واستخدامات المية، وإزاي إن إحنا نحقق فعلا التنمية المستدامة باستخدام الموارد المائية المتاحة اللي هي فعلا محتاجين نحافظ عليها يعني. وطبعا الوزارة برضه عندها مشروعات بقى المراقبة والتحكم زي التريميت، في إن إحنا بنقيس المية في كل نقطة أو كل مجرى مائي أو كل مصرف، وعندنا الحاجات الريموت سنسنج والجي اي اس ابلكيشنز، ان احنا بنشوف بقى الميه المحاصيل دي خدت ميه قد ايه، ايه المحافظات اللي هي فيها تجاوزات. مثلا احنا عندنا موضوع الرز ده مثلا، ان مساحات الرز محدوده، لما بيبقى عندنا يعني عجز مائي، السياسات بتاعتنا ان احنا بنلتزم بالمساحه اللي هي المزروعه من الرز، ودي تقريبا 700,000 فدان على مستوى الجمهوريه. لما بيبقى عندنا مياه زيادة ممكن بقى بنسمح ان هو نوصل للمساحة اللي هي بيبقى فيها تجاوزات، مثلا بنوصل لمليون، 1,200,000 فدان. فطبعا دي كلها بتبقى محتاجة مراقبة بالريموت سنسنج، انا مش هقدر احط كل الجمهورية بالافراد يعني. فطبعا احنا عندنا هنا وحدة الجي اي اس ومركز المعلومات في قطاع التخطيط بيشتغلوا كويس جدا في الموضوع ده، وعندنا بيبقى فيه داشبورد كده بنبقى عارفين كل محافظة دخلها مية كام، استخدمت قد ايه، والمية اللي طالعة منها على اساس ان احنا نشوفها في الريوس بعد كده. فطبعا يعني وزارة الري يعني بصراحة بتعمل مجهود كبير، والدولة نفسها بدأت يعني تحس بمشكلة المية، وبدأ يبقى فيه استثمارات كبيرة في مجال المية. هستعرض بقى مع حضراتكم كده صورة قبل وبعد، يعني دي صورة تبع مثلا قبل مشروعات التأهيل، يعني طبعا حضراتكم شايفين القطاعات عاملة ازاي، ودي يعني ما كان في يعني مثلا هنبص في الصورة دي، بص حضراتكم ده مفهوم التعديات، يعني ايه التعدي على المجرى المائي. هنا انا المفروض بيبقى عندي معدة اللي هي الحفارة دي بتعمل تطهيرات، بتشيل الحشائش اللي طالعة دي وبتأرنك الايه الجسر ده، ده جسر وده جسر. فطبعا هو هنا لما جه ده بناه وتعدى على الحرم المجرى المائي، فحرم ان انا يبقى عندي معدة تقف تشتغل هنا، فكده انا ما بقدرش خلاص اطهر التبع دي، فبقت استبحرت بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش القطاع ما بقاش شايل المية اللي هو المفروض يشيلها، وبالتالي ما المايه ما بتوصلش بقى الناس اللي هي في نهايه التبع بيبدا عندها مشاكل. فطبعا الدوله ايه المعده ايه المفروض شغاله كده، ده الايديال كيس بتاعها اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، المعده بتبدا ايه تقرنك الجسر ده، ان هو تخلي الشيب بتاعه مظبوط اللي هو يقدر إيه يشيل كميه المايه المحدده دي. ده بقى الشكل الجديد، طبعا مشروع كبير وعملاق، يعني احنا كان الخطة كانت معمولة 7,000 كيلومتر تبطيل، تقريبا خلصنا منها 2000 يعني، أو 1800 1700. طبعا ده يعني يعتبر إنجاز، ليه؟ لأن أنا خلاص بقيت متحكم في موضوع إن أنا حدي مية مثلا 100، الناس اللي هي هتاخد المية المية دول هياخدوا المية بتاعتهم مظبوط. انما الاول انا كنت بضطر مثلا يعني لو التبع دي مخصص ليا مثلا 100 مليون ولا حاجة، كنت بضطر احط 120 و130 و150، فده اثر لي في ان انا ايه هاخد بقى المية اللي انا وفرتها دي، ممكن ازرع بيها بقى، اروح مشروع دلتا جديدة، اروح مشروعات زراعية في سينا، او التوسعات الزراعية مثلا في المنطقة اللي هي في الطريق بتاع الاسماعيلية او طريق بورسعيد. فأنا دلوقتي عندي مية أقدر أوسع فيها، أقدر أزرع بيها مساحات أكبر، فبالتالي أقدر أزود الإنتاج الزراعي وأبدأ إيه أحقق يعني إيه اكتفاء ذاتي، وأقلل من استيراد السلع الإيه الزراعية من الخارج. ده برضو شكل تاني، الفوائد بقى اللي بتحصل إن أنا بقى عندي الطريق أوسع، يعني أنا بعد ما بطنت التبعة، طبعا القطاع اللي هو المتبطن ده بتاع يعني اكيد اقل من القطاع الكبير، يعني القطاع الاصلي، لان خلاص انا بقى عندي محكوم، فاقدر ان انا اقلل شويه، فبالتالي استفدت شويه ان انا زودت الطريق اللي على الجنبين ده، على اساس ان انا ايه
صغرت قطاع التبع شوية لأنها هتقدر تشيل كمية المياه اللي أنا عايزها. برضو المسائي اللي هي بتوصل بقى الحاجات اللي هي المياه لآخر نقطة يعني. وطبعا التحكم في بقى نوعية المياه، طبعا الناس كانت بترمي بقى الحاجات المخلفات والكلام ده، طبعا بقى دلوقتي في قانون مشدد جدا ان منع رمي المخلفات في التبع. برضه الدولة بدأت ايه تشوف حلول للمشاكل دي، لان طبعا ما ينفعش ان انا يبقى اعمل محصل في المصاريف الكبيرة دي كلها ويرجع المواطن برضه او الفلاح يقوم ايه رامي المخلفات في المية هنا تاني وارجع اجيب معدات تيجي تشيلها تاني وكده، نلف في نفس الدايرة الايه المفرغ. فطبعا الدنيا احسن كتير من زمان. إيه لو نقلنا بقى نقطة تانية، نقطة اللي هو الحمايات اللي معمولة عشان حماية السواحل المصرية. احنا لو بصينا كده دي المناطق الحمراء دي المناطق الهاي ريسك، دي المناطق اللي هي فيها عرضة كبيرة للموضوع اللي هو ان لما منسوب سطح البحر يعلى ان انا يحصل لي غرق في المناطق، وهي دي المناطق الاولى بالحماية. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الايه دي في مناطق كتير، يعني عندنا منطقة اسكندرية وعندنا مناطق اللي هي بتاعة الساحل الشمالي بتاع الدلتا، دي كلها مناطق طبعا كبيرة وفيها سكان عدد كبير من السكان، ولازم فعلا يتم ليها مشروعات حماية. مشروعات الحماية بقى اللي بتتعمل طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، دي مثلا قلعة قايتباي في اسكندرية برضو كانت من الحاجات المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، اتعمل لها الحمايات اللي هي اللازمة بتاعتها. لو هنا بنشوف بقى يعني دي مثلا، معلش هي صورة بس متأخرة شوية. مثلا احنا عايزين بنعمل حلول من البيئة نفسها، يعني كل ما يكون الحل للبيئة الموجودة اللي هو natural based solution، يعني ان احنا كل ما يبقى الحل من البيئة كل ما يبقى يوفر عليا في التكلفة، ممكن اشغل الناس اللي موجوده اللي هم موجودين في العماله الموجوده في المنطقه، وبرضه بحل بقى الايه القصه اللي عندي. فده ناحيه رشيد ده بيعملوا الفكره دي على اساس انها تبقى عامله زي الساند تراب، ان انا بجمع فيها الرمل من الرياح يعني والعواصف اللي بتحصل، وببدا اعمل صخور تراب. خلاص ده هيخليلي ايه ان انا بعمل زي اراضي بتمنعني ان انا ايه البحر يدخل جوه عند ايه على السواحل، يعني يدخل لجوه يعني منع دخول الايه ميه البحر لجوه في الدلتا يعني. فدي حلول كلها من اللي بيعملها الناس البحريين، بس طبعا بيبقى عايزين تكاليف بقى واشراف فني ومتابعه ان هو يتعمل الاسوار دي كلها بتتعمل من مواد محليه موجوده، وبتحل لي المشكلة البيئية اللي هي إيه متوقعة تحصل في المنطقة دي. دي حاجة. الحاجة التانية موضوع السيول، طبعا إحنا عندنا مشروعات بتعمل مشروعات ال عندنا مشروعات الحماية بتاعة السيول، مشروعات حماية السيول دي بتكون في سيناء وفي الصحراء الشرقية، كلها حمايات من الفلاش فلود. عندنا دي سدود بتتعمل، ده جينا بين جبلين، السد بتعمل ايه بنشوف جبلين ومنطقة بنية في الأقل منطقة كمساحة عرض يعني طول، وبيبقى عندنا كونتور. طبعا بنعمل بقى دراسات هيدرولوجية نشوف المية دي قد ايه، مثلا ممكن أقصى فيضان ممكن يحصل في السنة دي، فبنحدد الكباستي بتاعة الخزان ده وبنبدأ ايه نحدد الطول بتاع طول المنشأ اللي انا بعمله الايه سدود اللي هي سدود حصاد مياه الامطار اللي هي بتاع هارفست من دامز. طبعا دي الحمايات اللي بتتعمل برضو للطرق، بتعمل كالفرتس تحت الطرق بحيث ان انا اخد المياه من المناطق العاليه، وهتلاقينا مثلا البحر الناحيه دي ده مثلا هتلاقي الطرق اللي هي بتاع مرسى علم او الغردقه، فهتلاقي ان ايه واخدين المية من الجبال فوق وبتعدي تحت الطرق وايه توديها للبحر. نفس القصة برضه هتلاقي هنا مثلا ده المخرج بتاع وادي، هتلاقي عشان كده معمول فتحات كبيرة كتير، فتاخد المية توديها على طول على البحر. فدي اشكال الحمايات. طبعا زي ما بقول لحضراتكم يعني احنا عملنا 1000 منشأ لمشروعات حماية الامطار دي، حماية من السيول،
في آخر 5 سنين. نيجي بقى للنقطة الأخيرة اللي هي التوعية بقى والتعامل أو التفاعل مع المجتمع الدولي. طبعا احنا يعني حضراتكم طبعا يعني متابعين مثلا قضية سد النهضة وقضايا اللي هي التنمية المستدامة والكوب والحاجات دي، كل دي طبعا يعني ايه المجتمع الدولي المائي ده حاجة يعني اكتف جدا، ما فيش مثلا شهر لما يكون في مثلا مؤتمر كبير في مكان. مشكلة المية دي حاجة عالمية وداخلة في كل حاجة، فعشان كده في اهتمام كبير جدا بيها. فإحنا كوزارة وكوزارة ري وكدولة مصرية يعني حاولنا طبعا إن إحنا يبقى في عندنا حاجة اسمها كايرو ووتر ويك، ده أسبوع بيكون على مؤتمر يعني بيكون في أسبوع غالبا بيبقى في أكتوبر من كل سنة. السنة دي هيبقى خامس مؤتمر يعني في السلسلة. طبعا يعني إحنا بنحاول يكون في علماء، بيكون في أبحاث بتتقدم، بيكون في مناقشات بقى نشوف القضايا بتاعتنا إيه ونبدأ نتكلم فيها مع الناس، ونجيب خبراء دوليين يقولوا لنا آرائهم، ونشوف نعمل يعني زي تحالفات كده مع دول تانية ليها نفس الظروف بتاعتنا. يعني عندنا تحالف الدلتاوات ده، كل الدول اللي فيها دلتا زي دلتا نهر النيل دي، في هولندا، في دول آسيوية، فيتنام، دول من أمريكا الجنوبية زي الأرجنتين وبيرو، كل الدول اللي هي عندها دلتا وادي احنا عاملين تحالف للدلتا وادي ان الدول تبدأ ايه بصوت واحد كده يتكلموا ان احنا عندنا في دلتا مشاكل في الدلتا وادي بتاعتنا، فيبدأوا يخاطبوا المجتمع الدولي بصيغة الجمع يعني ان الدول دي فيها مشاكل. برضو عندنا تحالفات الووتر اند كلايمت كوليشن، ده بنتكلم على الدول برضو اللي بتعاني من موضوع التغيرات المناخية على المياه، فبرضو ده أوسع شوية، داخل فيه دول كتير وداخل فيه دول غنية مش فقيرة، يعني زي دول الخليج عندها موارد مالية كبيرة فتقدر توفر استثمارات كبيرة للمجالات دي. فدي كلها المغزى من ان احنا يبقى عندنا المؤتمرات دي. طبعا فرصة بقى للشباب كده زي حضراتكم اللي عايز يشارك ببحث او اللي عايز يشارك في التنظيم، طبعا بتبقى حاجة كويسة جدا يعني. برضو الحدث بقى اللي هو الكبير اللي هيحصل السنة دي في مصر اللي هو الكوب 27. طبعا الكوب ده مؤتمر اللي هو أطراف اتفاقية المناخ بتاعة الأمم المتحدة. الحدث ده كبير جدا يا جماعة، سنوي بيحصل كل سنة في دولة، متوقع المشاركة فيه تقريبا أكتر من 30,000 واحد هيجي لنا من بره. طبعا ده رقم كبير جدا في المؤتمرات، يعني احنا مثلا كايرو ووتر ويك مثلا احنا بنتكلم في اللي بيجي لنا من بره مثلا من 100 ل 300 واحد بره مصر يعني. انما احنا بنتكلم بقى في الكوب ده يعني عشان تعرفوا بس الفرق، احنا بنتكلم في اكتر من 30,000. طبعا في مجالات كتيرة جدا داخل في كل حاجة زي ما بقول لحضراتكم. بالنسبة لجزء المية احنا هيبقى فيه عندنا مبادرة بنجهزها دلوقتي مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة، بحيث إن احنا يبقى في مبادرة لموضوعات المياه خصوصا موضوعات معالجة الجفاف، يعني الدول اللي لها بتأثر بالجفاف زي مصر. عندنا هيبقى في جناح للمياه برضو 14 يوم هيتقدم فيه بقى عروض بقى فنية للخبراء اللي عندهم قصص نجاح في موضوعات المياه. هيبقى في يوم برضو للوزراء جوه ال 14 يوم بتوع الكوب، هيبقى في يوم لوزراء المية يتكلموا ويشاركوا مشاكلهم وكده. فطبعا يعني حدث عالمي كبير يعني، ونتمنى ان انتوا مثلا يكون عندكم مشاركة، يعني هيبقى حاجة كويسة جدا. طبعا اللي حابب يشارك طبعا يبلغنا، احنا ممكن نقدر نساعدكم يعني سواء في الكايرو ووتر ويك او في الكوب 27 ان شاء الله. أنا بشكركم جدا وأتمنى إن أنا أكون يعني قدرت إن أنا أوصل معلومات تفيدكم إن شاء الله، وتحت أمر حضراتكم لو في أي أسئلة. ألف شكر دكتور عمرو على المحاضرة الجميلة والمعلومات الكتيرة اللي اتعلمناها من حضرتك. الحاجة الجميلة بقى للطلبة اللي موجودين إن أنت فتحت لهم يعني انفيتيشن
لأي واحد فيهم حابب إن هو يبقى part of the big event، سواء كايرو ووتر ويك أو سواء الكوب 27. ما تصوروش يا شباب، لأن أنا طبعا زي ما الدكتور عمرو يعرف أنا موجود في الكايرو ووتر ويك من أول ما اتعمل، وإن الطلبة بتوعي كانوا بيروحوا كانوا بيبقوا مبسوطين جدا بالمشاركة، سواء كمنظمين او يعني من فريق التنظيم، او ان هم يحضروا المحاضرات او يخشوا في مسابقات الجراديويشن بروجكتس اللي هي بتتعمل في كل سنه. دلوقتي الباب مفتوح للشباب لو عايزين يسالوا الدكتور عمرو اي اسئله في موضوع الكلايمت تشينج والكلام الجميل اللي حكى لنا عليه. هو طبعا عدد الناس اللي حاضرين قليل شوية، أكيد عندهم ظروف أو أسباب، لكن إحنا بنفتح الباب لحد عايز يتكلم أو يسأل أو يقول كومنت على المحاضرة. المحاضرة دي طبعا زي ما اتفقنا متميزة عن المحاضرات اللي قبل كده، لأن it's not a recorded lecture، في interaction أهو لو أنتوا حابين أنكم تكلموا دكتور عمرو. وكمان بنشكر الدكتور لان العربي كان كتير ففهمنا قدر كبير جدا يعني. شكرا. بس يا محمد بتشكرنا بس مش عايز تقول كومنت او تسال سؤال؟ الاول لغايه دلوقتي انا فهمت، وممكن لما اجي اشوفها تاني ان شاء الله لو في اي تعليق او حاجه سقطت مني ابقى اكلم حضرتك. خلاص ما فيش مشكله يا محمد. Anybody else؟ طبعا دكتور عمرو يعني مش قادر اقول لكم قد ايه هو مهم في شغلته، ووقته يعني محدود وعنده مسؤوليات كبيره، فاحنا لو ما فيش حد عايز يساله يعني احنا نشكره وعلى وقته ان هو جه وكلمنا الكلام الجميل، قعد معانا حوالي ساعه اهو في الموضوع ده. دكتور عمرو في ناس يبعتوا لك يعني ابريشيشن لو انت شايفهم في البوتوم اوف ذا بيج، هما بيقولوا لك ثانك يو بطريقتهم اللي هي الشبابيه الجميله دي، وبعتين لك كمان قلوب حمراء. انا تحت امركم، لو في اي استفسار او اي حاجه او حد عايز اساعده في حاجه، سواء عايز يبقى متطوع في الكاري وترويك او حد عايز يقدم بحث او حاجه، بس طبعا ناخد بالنا ان كان الديدلاين من يومين، بس برضو اللي عايز لو في حد حابب يقدم بحث ولا حاجه يكلمني وانا ان شاء الله احاول ايه اوفر له حاجه، او لو حد عنده حاجه كويسه عايزه تتعرض يعني يا ريت لو تتابعوا بقى صفحه الكاري ووتر ويك على الفيسبوك او الموقع بتاع الكاري ووتر ويك، برضو بيبقى منشور فيه حاجات فرص كويسه، سواء المشروعات سواء في مسابقه اللي هي 3 minutes thesis دي اللي هي بتاعه تقدم رساله الماجستير او الدكتوراه بتاعتك في 3 دقائق، كلها مسابقات حلوه بيبقى فيها جوائز كويسه، يعني بيبقى فيها مش عجله بقى وتيشيرتات والكلام ده، بس لا بيبقى فيها مسابقات يعني الجوائز فيها بتوصل ل 20,000 جنيه و15,000 و10,000، يعني حاجات طبعا رمزيه، بس يعني على حسب اللي بنقدر نوفره، يمكن السنه دي نقدر نوفر فلوس اكتر من ممولين تانيين، بس يعني بيبقى فيه جوائز ماليه يعني معقوله للناس يعني، وبتبقى المسابقه مفتوحه ولجنه التحكيم بتبقى يعني محايدة ومن كذا جامعة، فيا ريت يعني لو تسع يعني اللي حابب يشارك في مسابقات كتير جدا جوه الكايرو ووتر ويك نقدر يعني او تقدروا تشاركوا فيها. بالنسبه للكوب برضو ممكن لو في حد حابب يتطوع او حاجه ممكن برضو نشوف الموضوع ده، بيبقى بحيث ان احنا ممكن نبعت اساميه طبعا للجنه المنظمه وتبدا تشوف الاجراءات ايه ولو يقدر يساعد او حاجه. اتمنى ان اكون فدتكم يعني، وان شاء الله يعني على تواصل دايما لو في اي حد عنده اي حاجه انا تحت امركم. شكرا يا دكتور عمرو على الانفيتيشنز الجميله دي وعلى المحاضره الرائعه، وشكرا على وقتك وثانك يو سو ماتش. لو كان الطلبه مش عاوزين يسالوا او يعملوا كومنتس فانا اي ويل كول، يعني في حد عاوز يسال تفضل لو سمحت، في حد رفع ايده. بعد اذن الدكتور عمرو، اتفضل. ولو حد حابب ان هو يتواصل مع حضرتك بشكل شخصي يعني يتواصل معاك على ايه بالظبط؟ عن طريقي.
تبقى عالي طبعا يعني. تمام يا دكتور. تمام اتفضل. يا محمد لو ما فيش اي كومنتس تانية او اي اسئله نشكر الدكتور عمرو تاني والريكوردينج بتاع المحاضره موجود يا دكتور عمرو. if you are interested i can send it to you هتبقى ذكرى جميله ان شاء الله. طبعا يا فندم طبعا شرفت بحضرتك يا دكتور علي وان شاء الله يعني دايما في تعاون كده مع حضرتك باذن الله. باذن الله. شكرا يا دكتور عمرو ونشكر الطلبه وثانك يو وميت يو نيكست ويك ان شاء الله الساعه 9:30. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام.